يسوع في يوحنا 10 قال كده: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وكأنه ربنا عنده غمر حضور وعنده سكيب من حياته عايز يسكبها على مجموعات عرقية كتيرة قوي وعلى أمم وشعوب وبأماكن كتيرة جدا في العالم. بس يسوع مش هيعرف يعمل ده من غير ما ناس تمرر الحياة دي. يعني كأنه ربنا عايز كده كل مؤمن، كل حد فينا يبقى ماسك كأس الحياة وبيمررها على ناس تانية وبينقلها لناس تانية كتير قوي قوي. يمكن عندنا الحياة دي بس محتفظين بيها لنفسنا، وربنا نفسه يدعو الكنيسة إنها تخرج وترى للعالم، تبقى مرئية للعالم ونبقى ريدابل للناس اللي حوالينا ويتعرضوا لنور حياة المسيح فينا. مرات بنبقى نفسنا نعمل ده والموضوع بيقف عند حد اشتياقات، مش دايما بنبقى عايزين يعني نقدم عصيان لربنا ومش عايزين نطيع، لكن مرات بتبقى طاعة مؤجلة. بس عايز أقول إن كل طاعة مؤجلة كمان هي عصيان. إحنا محتاجين نعمل ده النهاردة، يعني إن لم يكن الآن فمتى، إن لم يكن هنا فأين، إن لم يكن أنا فمن. لو إحنا مش إحنا اللي هنعمل كده، مش هنعمل كده دلوقتي، هنعمل كده إمتى؟ لما بنقرأ في الإحصائيات عن تقدم الإنجيل الوقت ده واللي بيحصل، إنه النهاردة واحد من كل 8 في العالم مؤمن حقيقي، حاجة مذهلة كم الاختراق المرسلي اللي بيحصل. من 40 سنة كان في نيبال في الهند كنيسة واحدة في كل نيبال، النهاردة في أكتر من 100 كنيسة متأسسة بعد أكتر من 40 سنة. اختراق ربنا للمجتمعات وللشعوب من حوالينا حاجة مذهلة جدا. مازال ربنا نفسه الكنيسة تكسر الحواجز الثقافية، مش لازم بس نكتفي بأن احنا نبقى بنخدم الناس اللي حوالينا في بلدنا. مفيش أي دعوة في الكتاب أو دعوة من ربنا بتقول أن المكان اللي اتولدنا فيه ده هو اللي هيفضل طول عمرنا مكان وحقل خدمتنا، لكن ينفع يبقى البداية وبعدها ربنا يبعتنا لأماكن تانية. في متى 24 يقول الكتاب أنه يكرز بملكوت الله في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. وكلمة جميع الأمم جاية في الترجمة إثني اللي هي كل قبيلة عرقية، كل مجموعة عرقية موجودة في العالم لازم هيكرز بملكوت الله ليها، لازم هيوصل شهادة المسيح ولازم ربنا هيوصل بنفسه للناس دي. ولو إحنا ما عملناش كده مين هيعمل كده؟ ثم يأتي المنتهى. إحنا يمكن مستعجلين ونفسنا قوي المسيح يجي بأسرع ما يمكن، لكن كأنه ربنا بيقول لنا المفتاح في متى 24: لما يكرز بملكوت الله في كل المسكونة وقتها هيأتي المنتهى. ملكوت الله هو أفضل مجتمع الناس تعيش فيه، وده اللي احنا محتاجين نؤمن بيه واللي احنا محتاجين نصدقه. أأمن مكان في كل العالم وأعظم مكان في كل العالم وأمتع مكان في كل العالم هو مش بلد، هي مش ظروف سياسية أو يعني أوضاع بلاد تتغير، لكن هي ملكوت الله. طول ما احنا جوه الملكوت ده أفضل مناخ إنه حياتنا محفوظة ليه، وعايزين ندعو ناس كتير قوي إنها تنضم للملكوت ده. احنا بنعاني في الايام دي من يعني العولمة يمكن زادت قوي، وبقى كمية شبكة التواصل في العالم بقيت سريعة جدا جدا، وبقى فيه شبكة معلومات قوية جدا جدا دلوقتي النهاردة اللي بيحصل غير مسبوق. واحنا محتاجين ككنيسة ان احنا نتعامل مع العولمة اللي بقيت بتخترق عالمنا بالطريقة الصعبة قوي دي، وكمان التعددية الثقافية. احنا بقى فيه في المجتمع الواحد في البلد الواحدة كم تعددية ثقافية غير عادي. محتاجين نشوف ده كفرص لتوصيل رسالة الإنجيل، محتاجين نشوف دي فرص ينفع نغتنمها. إبليس بيغتنم الفرص دي بطريق بمهارة شديدة قوي قوي، بس احنا ككنيسة محتاجين نتعامل مع ده ونحشد كل جهودنا، كل دوافعنا وكل مواهبنا ودعوتنا، تحشد جميعا الدوافع والمواهب والدعوة، محتاجين يمشوا في خطوط متوازية جنب بعض. مرات عندنا دوافع يا رب ان احنا ندي لك كل حياتنا وان حياتنا تبقى مؤثرة جدا، وعارفين ان احنا عندنا مواهب بس مش بنطيع دعوتنا، بس محتاجين لما الدوافع والمواهب والدعوة يكرسوا معا وكأنهم يحزموا معا بحزمة الملكوت ويؤثروا في العالم ويقدموا من أجل العالم، وقتها هيحصل تأثير غير عادي. ريك لوف خدم أكتر من 25 سنة مع ناس من خلفيات مختلفة جدا ومن خلفيات متعددة جدا جدا، وقال إحنا كمؤمنين محتاجين الوقت ده نعمل 3 حاجات مهمين قوي. الحاجة الأولى، إحنا محتاجين
نجند شباب من كنايسنا للعمل المرسلي وللحقول اللي فيها احتياج من حولنا، نمكن الشباب ويتلمذوا من أجل الإرسالية ويتزرع فيهم رؤية الملكوت، وهي أنه نوسع رؤيتنا للعالم. مرات كتيرة إحنا مش بنخرج لأنه ما عندناش معرفة، معرفتنا بتؤثر على رؤيتنا للعالم. لما بنعرف اللي بيحصل في العالم من حولنا، وقتها ربنا بيملانا بالغيرة أننا نتحرك. لكن قال كمان إحنا محتاجين ندافع عن الإنجيل الوقت ده قدام عالم علماني متشكك. اللي بيحصل في العالم النهاردة صعب جدا، وكم الناس المتشككة في حق الإنجيل صعب جدا. لكن الحاجة الثالثة، إحنا محتاجين نخدم الشعوب اللي لم يصلها نور الإنجيل. ما زال لغاية النهاردة في أكتر من 2 مليار في العالم ما وصلهمش نور الإنجيل. نفسي نحط نفسنا على واحدة من التركات دي ونقول يا رب أنا بعمل إيه في ملكوتك، في أنهي حتة أنت بتؤثر وبتستخدم حياتي. إحنا هنسمع دلوقتي مع خادم ربنا استخدمه استخدام عظيم قوي في أماكن كتيرة جدا جدا في العالم، وعنده من الخبرة والرصيد الروحي الضخم جدا اللي إحنا النهاردة عايزين يعني نسمع ونتعلم عن. لما بنسمع عن العمل المرسلي مرات بيصابنا شكوك، وبنحس إنه في تشويه كبير قوي حصل في دوافع ناس بتتحرك للحقول وللخدمة. هو إيه الدوافع الصحيحة؟ وإزاي أنا كخادم أو كمرسل دوافعي تبقى مظبوطة قبل ما اتحرك في العمل المرسل؟ دكتور سامح، اهلا بيك. اهلا يا مريم، انا فرحانه قوي انك معانا، لانه حضرتك مدرسه يعني حقيقي بركه غير عاديه لينا كجيل ان انت يعني وسطنا، وامتداد لكل العالم، وتاثيرك الله يحفظك ويباركك. شكرا يا مريم، شرف ليا، وانا بعظم الله كتير من اجل العمل ومن اجل البرنامج ده. ربي يباركك دكتور سامح. واحنا بنتكلم عن العمل المرسلي للامانه مرات بنحس ان في تشويه كبير قوي حصل في الارساليات من اللي احنا بنسمعه، كم الدوافع اللي ما بقتش صح طول الوقت. ناس بتدور على منصب وعلى شهره وعلى فلوس وعلى حاجات كتير قوي، بقينا متلخبطين. هو المفروض ايه الدوافع الصح اللي تبقى عند الشخص اللي ربنا بيعده للعمل المرسلي؟ لو اتكلمت عن الرب يسوع كاعظم مرسل اللي ارسله الاب، اللي هو قال كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، وأشوف الدوافع اللي في قلبه، هي دي النموذج والطريق وكل النقاط الصحيحة الوحيدة اللي تمثل أي دوافع ممكن تحتل قلبنا. ليه؟ لأن زي ما الآب أرسله هو أرسلنا. إيه الدوافع اللي في قلب الرب يسوع؟ رقم واحد المحبة للآب، المحبة للآب. فأي دافع هيكون غير المحبة العميقة للآب لصنع مشيئته، معنى كده أن بدأ يحصل انحراف في القلب. لو حصل انحراف في القلب هتيجي كل الانحرافات التالية، لأنه صحة القلب من الداخل هي الشيء اللي يحفظ الدوافع للعمل. الرب يسوع كان بيقول كده، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، أو يقول كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. فده أول دافع مهم جداً يكون في قلب أي شخص يتحرك في العمل المرسلي، محبة الآب. محبة الآب. إيه كمان؟ اتنين، أي مرسل يعني معه رسالة. دي رسالة، أنا الله بيرسلنا ليه؟ عشان نحمل الرسالة. وهنا دي تاني نقطة، الحب للإنجيل، الحب لكلمة الله، الفخر بهذا الإنجيل. ليه؟ هذا الإنجيل الذي خلصني، الذي غير حياتي، اللي أنا مقتنع أنه هو الحل الوحيد لتغيير قلوب الناس. فأنا بحب كلمة الله. الرب يسوع كان يقول كده، أرجع للرب يسوع الوحيد المثال النقي جدا، النقي 100%، اللي يقول للآب وشريعتك في وسط أحشائي، اللي هي خبأت كلامك في قلبي. فالحب العميق لكلمة الله، الرسول بولس كان بيزيل أي معطل يعطل رسالة الإنجيل عشان خاطر الرسالة توصل للناس. فالحب لكلمة الله والثقة فيها أنها الحل الوحيد لخلاص النفوس وتغيير المجتمعات، لازم قلبي يكون مليان بمحبة لربنا ومحبة للكلمة. بالضبط. ثلاثة، أنا رايح للناس أنا بحبهم. أنا بحب الناس، هكذا أحب الله العالم. رب يسوع نظر إلى الشاب الغني اللي ما سمعش، اللي رفض الرسالة، نظر إليه يسوع وأحبه. دي حاجة، الحب العميق للناس. الرسول بولس يقول صرت لليهود كيهودي. طب ليه بيحب اليهود؟ وصرت الذي تحت الناموس كأني تحت الناموس، وصرت اللي بلا ناموس كأني بلا ناموس، صرت للضعفاء كضعيف، صرت للكل كل شيء. ايه ده؟
الحب العميق للناس اللي بيخلي الشخص المرسل ده يتجسد للناس. نقطة أخيرة يا ماريا، وهي تقديري للقيم الأبدية. لما بروح بحب ربنا، بحب رسالة الإنجيل، بحب الناس، بروح أتكلم للناس عن رسالة الإنجيل، في تغير له قيمة أبدية في حياة الناس، نجاة الناس من الدينونة، خوفي من أن الناس تروح الجحيم، دي قيمة أبدية تخليني أنفق أي شيء زمني، أي مطامح بقى زمنية، أي بوزيشن، أي منصب، أي دوافع خاطئة، كلها زمنية. يعني كل الدوافع الخاطئة دي كلها حاجات زمنية، إذا كنت بحب فلوس، منصب، بوزيشن، عندي وقت فراغ، بدور على نفسي، كل الكلام دي حاجات كلها بلا قيمة لأنها زمنية. بالإضافة بقى العمل المرسلي ده له تغيير للقيم للمسار الأبدية في حياة الناس. مرسي قوي يا دكتور سامح على الكلام الرائع ده. نفسي تصلي دلوقتي في قلبك وتقول يا رب اشحن قلبي بمحبة كبيرة قوي ليك وللكتاب وللنفوس، وكمان خلي عيني طول الوقت على التأثيرات الأبدية وعلى الصدى الأبدي اللي من ورا الخدمة اللي أنا بعملها.